مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشارت لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الحاجة لمواصلة زيادة أسعار الفائدة، خصوصا وأنه معظم أعضاء اللجنة بيتوقعوا ارتفاع التضخم. التفاؤل بشأن التضخم كان واضح بمحضر الاجتماع يلي نشر أمس، وذلك بعود إلى المؤشرات حول استمرار الوتيرة القوية للنشاط الاقتصادي وانخفاض معدل البطالة. بيتوقع الاحتياطي الفيدرالي حاليا 3 زيادات بأسعار الفائدة العام الحالي. ومننتقل إلى شركة غلينكور السويسرية لتجارة السلع والتعدين يلي أعلنت عن نتائج قوية للمجموعة أتت مدعومة بتعافي أسواق السلع الأولية. بلغت الأرباح الإجمالية للشركة 14.76 مليار دولار، أما بنشاط التداول ارتفعت الأرباح بنسبة 3% لتتجاوز 3 مليار دولار للمرة الأولى من 2008، كما وأن الشركة بصدد توزيع 2.9 مليار دولار على المساهمين بالعام الحالي. ومننهي من فرنسا يلي بادرت بقرض قيمته 2.9 مليار دولار بصندوق ائتماني تابع لصندوق النقد الدولي وبيهدف الى الحد من الفقر. وفقا للصندوق تعد فرنسا من اهم المساهمين بالبرنامج يلي بيسعى لتعزيز النمو، وبالوقت ذاته بيقدم قروض باسعار مخفضه لدول الاكثر فقرا. هذه كانت اخبارنا لليوم، انا بشوفكم بكره.